مساء الخير. النهاردة ماشي في شارع الجيش في أسيوط، لقيت المشروع الجميل ده، حابب أتكلم عنه لأنه حاجة عظيمة جدا. الشاب ده بيحول العربيات القديمة لمشروع تقدر تكسب منه. دي مش أول عربية لي، دي تاني عربية. بياخد العربية القديمة بيحولها لعربية قهوة، بيحط فيها رمالة وبيبقى مشروع مربح جميل. هو شاب مثقف جدا وعنده طموح، دي تاني عربية ومكان لطيف جدا في شارع الجيش، والقهوة متابعة جدا. هو حاليا بيعمل قهوة تركي كل الانواع، محوج والعادي فاتح والغامق، بس هو شغال تركي بس. اتبسطت جدا